قال رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط إن الجهاز وصل في المحافظة خلال عام 2019 إلى الأسر الأكثر احتياجاً في 60 قرية التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى تمويل مشروعات بقيمة 250 مليون جنيه. 1 يناير 2019 لغاية 30/11/2019 الحمد لله طبعاً تم ضخ 121 مليون جنيه لتمويل ودعم مشروعات صغيرة عددها في محافظة أسيوط حوالي 550 مشروع، حققت فرص عمل حوالي 2100 مشروع الحمد لله. بالنسبة لل في مجال المشروعات متناهية الصغر تم ضخ حتى الآن 132 مليون بحوالي 12 ألف مشروع متناهي في الصغر.